اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده على طريقه الامهات في المكسيك. عايزين نروح المكسيك معانا الشيف المغازي من شاشه القناه الاولى، بنطير على المكسيك. عايز نروح ايطاليا، بنطير على ايطاليا نجيب الاكلات. عايز نروح على السعوديه نعمل عمره والاراضي المقدسه، تحية كبيرة للشعب السعودي، نجيب الأكلات العربية. أهلا وسهلا كل الدول العربية. ولكن النهاردة في المكسيك إخواننا دولت لهم طريقة كده في الأكل بتبقى شوية مختلفة، ولكن هي برضو الفراخ، هي برضو الذرة، الرز، ما فيش حاجة جديدة. ربنا سبحانه وتعالى عادل في سواسية البشر مع الحاجات الجميلة الحلوة، إذا كان فراخ الحاجات اللي بنستمتع بيها مع كل البشر على الكرة الأرضية. فراخ مفرومة هنعملها كفتة مكسيكي. ليه سموها مكسيكي؟ لان بيخلشها شويه فلفل الوان، بيخش لها التوست المنقوع في الحليب، بيخش لها رقائق الذره الهشه، ممكن نحط لها فاصوليا حمراء، كل ده مخلوط بالدجاج المفروم، عشان كده خدت اللقب المكسيكي. مع توابل التاكو اللي هي بتتصدر طبعا المطبخ المكسيكي، يعني زي السبع البهارات اللي موجوده عند العطار عندنا في وسط البلد. التوابل التاكو دي هنعمل طبق رز مكسيكي النهارده، الرز البسمتي الجميل بخلطه التاكو اللطيفه الحلوه، تاكل صوابعك وراها لطريقه كده مميزه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اخواننا في المكسيك برضو مشهورين بان يعملوا الفاصوليا الحمراء، احنا نحب الفاصوليا البيضاء هنا مع اللحمه مع الطماطم، هم عاشقين للفاصوليا الحمراء مع الذره الصفراء، سلطه داخلها افوكاتو بقى، داخلها الطماطم بالكزبره. على فكره في المكسيك عشاق للكزبره الخضراء، ما يحبوش البقدونس، احنا نحب البقدونس، نحب الكزبره، نحب الشبت في المحشي، هم يعشقوا الكزبره الخضراء. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره النهارده، وانا النهارده قاعد في المكسيك بستمتع مع الطعم المكسيكي من الفلفل الالوان، التاكو، التورتيلا، الفاهيتا، الحاجات دي كلها وتفاصيلها. فاللي عايز سؤال في المطبخ المكسيكي انا جاهز. هنطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق سلطة من المطبخ المكسيكي، ودايما لما بتيجي سيرة السلطة على لساني بقول هي بمثابة لوحة فنية، فرصة ليكي يا أمي يا خالتي يا عمتي يا زوجة إنك تبيني الحب لمطبخك، يا زوجة تبيني اهتمامك بالمطبخ لجوزك وأسرتك، من التكوينة من التقطيعة من ترتيبها من غرفها، حاجات كتير أوي تفاصيل كتير أوي. تعالوا في المطبخ المكسيكي معانا فاصوليا حمراء، ذره صفراء، طماطم متقطعه مكعبات كريات، كزبره خضراء، رقائق من الكورن فليكس، بصل احمر بتاعنا اللطيف الحلو، وتومه ناعمه. تعالوا نشوف هنقدم ازاي طبق سلطه لطيف حلو هنسميه لوحه فنيه مغازيه. المقادير على الشاشه. طبق معانا زي الفل اهو، مركب وسكينه حاميه، ومعانا خس كابوتش. نعم حاضر، ادي الخس المتقطع جوليان. خس الكابوتش ده انا بحبه لشكله، بحب نعمل ايه تاني معلش، خس الكابوتش بسماه. ايه ده ايه ده، بيكاسو ولا بيكاسيو؟ خس الكابوتشا يتقطع كده حلو قوي. تمام، معانا الفاصوليا الحمراء، معانا الطماطم، معانا الكزبره خضراء. ناخد الكزبره الحلوه دي كده، نشيل العروق منها. اوعى تفرم الكزبره في السلطه بالعروق، او تفرم البقدونس في السلطه التبوله بالعروق. فرم كده ولا الشبت. نعمل السلطه، نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الطماطم الحلوه المتقطعه ديت، شلنا قلبها، بننزل بالكزبره الخضراء عليها حلو مكانها كده، فص توم ني. هي الطماطم دي الحكايه، خلوا بالكم التوابل بتاعتنا، فلفل اسود على الطماطم، ثوم ناعم، بصل ناعم بودر، رشه زعتر، شويه بابريكا،
الطماطم شوية كمون، بعشق الطماطم مع الكمون. طماطم مفيدة جدا زي ما قلت لحضراتكم من كام يوم. سكر بودر عشان مشاكل الحموضة. كل دول يا شيف، كل دول نقلبهم مع بعض سريعا تركاية. اللهم صل على النبي ونقلبهم. لا الطماطم هنا حكاية هنا. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. مستعجل على حاجة؟ زيت زيتون، شوية الملح في طريقي وانا ماشي. زيت زيتون تدي لمعة تدي طعم، كل ده مع بعض. عصرة ليمون، تقليبة حلوة. الحاجات دي كلها مع بعضيها. انا قلت في البداية خالص السلطة لوحة فنية تقدري ترسميها، ينزل على الخس اللي انا مقطعه كابوتشا، والسلطه دي تتغرف قبل ما نقعد على السفره بدقائق معدوده. ذره صفرا مش هحط لها حاجه، زي ما هي كده. الذره دي الواحد بياكلها بثلاث اربع كوبايات اهو زي ما انا شغال اهو. فاصوليا حمراء زي ما هي كده اهو. ونرجع تاني واقول لك ريحنا الله يخليك. الطماطم عليها هي السر في الطماطمايه الحلوه المصريه القوطه اسكندريه. اخواننا في اسكندريه قوطه اهي، هي السر، هي اللي بتعلي الطعم المكسيكي القوطه. الذره الصفراء، عنوان المطبخ المكسيكي هو الذره الصفراء والفاصوليا الحمراء. شفت الجو ده كده؟ ذره صفراء لوحه فنيه. شوية الطماطم دول زي الفل تمام. خلص الطبق كده، نشيل ونشوف اللي بعده. الرز بتاعنا نغرفه كده بعد ما نروق الدنيا دي كده عشان ما حدش يزعل مننا كده. عملت ايه النهارده يا شيف؟ انجازك كان ايه النهارده؟ انتاجك كان ايه النهارده؟ زي المهندس في موقعه، الدكتور في عيادته، المحامي في مكتبه، والقاضي في منصته. بننتج، بنشتغل، بنفرح بإنتاجنا، ده الطبيعي. بس من بداية ما كل واحد بيشتغل، لما بعمل أكلة حلوة بفتخر بيها إن أنا بقدمها لكل الحبايبي. عملنا السلطة لوحة فنية، عملنا رز بخلطة التاكو اللطيف الجميل، مختلف غير الرز اللي بنعمله كل يوم. عملنا الكفتة الجميلة اللي بتتكلم مصري ولكن بطعم مكسيكي. يعني إحنا النهاردة في المكسيك بنحييكم. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية حتى من كل دول العالم. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.